احمد ابو اميره من المملكه الاردنيه الهاشميه، عضو مجلس شيوخ الشباب في منظمه المراه العربيه، ومشارك في اللجنه الاستشاريه الدائمه للشباب العربي منذ عام 2011 مع منظمه المراه العربيه. كان لنا المشاركات المميزه من خلال اشراكنا من خلال منظمه المراه العربيه في جمله من الانشطه والمشاريع اللي احنا ساهمنا فيها كشباب في انها تدعم قضايا المراه سواء في المجالات الاقتصاديه او التعليميه او المجالات الاجتماعيه والصحيه، اضافه لانه الشباب احنا كمجموعه كنا اكتسبنا الخبرات والمعارف والمهارات من خلال الدورات والندوات والمؤتمرات اللي شاركنا فيها مع منظمة المرأة العربية، وهذا انعكس علينا من ناحية الجانب الوظيفي في أنه كيف نوظف هاي المهارات والمعارف والخبرات بمخدمنا في طبيعة أعمالنا اللي نقوم فيها في دولنا ودعم قضايا المرأة ومساندتها. واليوم احنا في دورة أو في ورشة عمل عن النوع الاجتماعي ودور الأزواج أو الآباء والأطفال في مساندة الأسرة داخل البيت، فجزء من عملنا أنه نعزز هذا المفهوم ونمكن السيدات ونكون إحنا لنا دور فاعل داخل أسرنا في المساهمة بدعم الأسرة وتمكينها تحت المجال للسيدة أو للزوجة أو للأخت أو الأم في البيت بأنها تكون لها الوقت الكافي للراحة، وبالتالي إحنا نساندها في أعمال منزلية اللي بتخدمنا وتكون عملية مشتركة فيما بيننا، وبالتالي هذا بيعزز الأواصر وتمكين داخل الأسرة بحد ذاته.